السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه كادر برنامج أرض السواد إلى محافظة بابل، وبالتحديد أكثر قضاء الكفل، وبالتحديد أكثر منطقة بني مسلم. مثل ما تعرفون هذه الأيام هو موسم التين الأسود العراقي اللي منتشر بأغلب المحافظات العراقية. اليوم راح نلتقي مع أصحاب البساتين وراح نتكلم وياهم ونعرف الظروف الصعبة اللي يعيشوها أصحاب البساتين التين من درجات حرارة عالية واعتناء كامل بشجرة التين لحد ما يوصل إلى الأسواق العراقية. راح نلتقي بيهم ونعرف كثير من أسرار زراعة التين. ابقوا ويانا. السلام عليكم ابو زيد. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. صحتك ان شاء الله ابو زيد. الله والديك. الله يساعدكم. والله بعد تهت شو بعد جيت بشوف. هذا موسمكم. اي هذا موسم. موسم التين. اي هذا موسم التين. اي هذا. ويا الحار. اي الحار. ليش واحد من يدخل البستان يصير دبق وحساسية؟ والله هو بعد هو التين هو يطيح بالحار. اي قلتوا لنا لا تدخلون خلاص. اي لا ما تقدر. هذا اليوم متجوزين. اي. لا انت بغير الايام ما تقدر حتى تقف هنا. مثل بوخه تصير. البوخه يصير حتى رطوبه. رطوبه. اي. يصير بي. ايه ما تقدر ابد. اها والله. صحتك شلون؟ والله صحتي بعد هو احنا بالتين ما عندنا صحه. ليش؟ يعني نقعد من الساعه بالاربع ونص الى الساعه بالعشره احنا هذا عملنا هذا ونرجع يعني احنا بهذا الوقت هاي نهايه شغلكم. نهايه عملنا ويبدا الدور من ثلاثه للتسلومه يعني لليل اذان المغرب احنا هم عملنا. ترجعون للتين. نرجع للعمل. هاي ايش قد تستمرون بهذا العمل؟ يعني فد شهرين ونص ثلاث اشهر احنا بهذا العمل. يعني من النص السابع النص التاسع. يعني نهايه التاسع يعني 15 9 اي اي مستمرين بهذا العمل. انت ولادتك بهاي المنطقه؟ بهاي المنطقه اي سنوات صار لكم. اي سنوات هاي ابو جد احنا الله يحفظكم. الله والديك. يعني اختصاصكم تين. اختصاصنا هسه احنا حاليا بني مسلم تين. يعني انا اول ما دخلت البني مسلم ايه؟ او قضاء الكفل عموما ما شاء الله لقيت على السايدين بس مزارع تين. تين ما ادنى. ليش يعني تخصصتوا بالتين؟ احنا لان احنا استلمناها من ابو جد ولحد هذا الجيل احنا كله من ابانا واجدادنا كله تين. تين النوع الاسود. النوع الاسود ما عندنا التقي لا ابيض ولا. ليش؟ احنا الاسود الابيض ما بي فسار. احنا تقريبا بس اسود هو احنا رزقنا به. يعني قصدك انه المحافظات الجنوبيه الوسط ترغب للتين الاسود. الاسود وما يصير بكل المحافظات وين ما كان يصير. ليش؟ ما يصير. يعني اول شيء يريد شويه عشاط قاعه يعني زينه. يعني هو ما يصير وين ما زرعه هو يصير. حاليا هي محافظة بابل في قضاء الشفل هو هذا ناحية بني مسلم هي مخصصة بس للتين. يعني مثل ما نشوف بلد والدجيل بالعنب. شو يعني الدجيل مثل ما تفضلت اكو بلد رجي بطيخ هذا يصير هناك كل ما يعني محافظة محافظتها. محافظة محافظة. محافظتها. ابو زيد قلت لي انه موضوع التين يتعبكم. ايه. وبواي مصاعب، شنو المصاعب اللي تواجهها موضوع التين؟ والله مصاعب اول شيء الحر احنا ازي شيء يتعبنا. أي. واحنا نبدا بيه من الثالث لما 15 7 1 7 يلا هذا نحوش هذا كله احنا يعني نركض بالعمله بس مت بالثالث ايش تبدون شو تسوون؟ يعني نجيب اول شيء اسمده. اي نجيب سماد نجيب كيماوي ادويه احنا ادويه لان يعني هو التين دائما يتعرض للامراض. امراض متعرض على 24 ساعه يعني لا تركته فد 10 ايام ما دويته راح من عندك الموسم ما استفاديت منه. والان الدواء بعد انتم تعرفون الدواء، الدواء كله غالي، اسمده غاليه وما حد جاي يعني يساعدنا. ليش غالي؟ ليش تغيرت؟ هاي غالي، حاجه قال لك الدولار صاعد. الدولار صاعد. احنا كل هذا هسه ما يخالف استقبلناه، نقدر نركض وهذا ونجهز راحتنا. بس انت لكن الدور شوف الري اللي يطلع علينا. الري اللي يطلع علينا، تعال شيل مواطيرك، جاب الاليات وشال مواطيرنا وغذائها. شالها يعني صدرها غذاء. زين شلون تسقون لاد؟ جاي نسقي بالبوقات. يعني بالبوقات جاي نسقي بيه. وهذا يحتاج مي؟ يحتاج مي كل ثلاث ايام فقط.
اذا عقبت ثلاثة ايام يعني بعد انت ما حويته انتهت يعني ما تحويده دوم يعني نعم. ما تحويه قلت لي بالثالث تبدون سماد كيمياوي تدوي الشجره ادويه بالرابع شو يصير يعني بالرابع الدور تطلع الثمره مالته اي من تطلع الثمره الدور هم الدور بعد يعني قلل الادويه مالته نستعمل الدور ازي شيء بس الكيماوي على مود تقوى اي والدور منشطات مو ادويه ادويه سامة يعني صحيح تفدس البوه مثل الحشره ايه؟ الدور نطيب سكيماوي شويه منشطات اذا ما 1 7 15 7 10 7 نبدا نبلش شغلتك بس بالتين شغلتنا حاليا فقط بس بالتين غير التين كلش ما نعرف حاليا اي شغلنا بس بالتين زين وين تودوه؟ والله نصدر هسه حاليا ادي اني هاي هسه سياره تطلع هاي هسه لبغداد سياره طلعها للفجر للبصره ايه؟ عندنا سيارات تطلع من نام من عمامي واهلي يطلع لابو دياله يطلع التكريت بيش تبيعه هنا؟ والله هسه هنا حاليا هسه هنا ايه؟ والله هسه جاي نبيع 2000 الا ربع الكيل الكيل مكانه ليش يوصل الناغله؟ يوصل كمان اقول لك لانه بالسياره ياخذ كروه اي ابو المكتب ياخذ عليه بعد انت تعرف ياخذ عليه عموله وشي زين اللي نقل البقال هم يريد من عده بس ده يوصل لنا ضعف اي بعد هاي ما نعرف احنا هسه حاليا هنا نبيع 2000 الا ربع اي بعد تدري بي لا وحتى النوعيه تختلف توصل لنا بعد هذه انواع الشجر انواع التين اي مو كل التين سوى يعني هسه لا هسه هاي هو نوعيه واحده هذا التين لو نوعيه بس البساتين اشكال بالحوش حسب الاهتمام يعني اكو فلاح يخدم زايد يذب امكانيته كلها على على على, على موسمه على تينه اكو فلاح ضعيف لان لا واحد سانده لا دوله تطي ما يقدر يخليني يتناول لهن هل يقدر لهن يحوش انه يخلصن بيك ابو عدي اهلا وسهلا شلونك ان شاء الله كل الهلا كل الهلا اهلا وسهلا الكادر موقفنا وقفه ما ادري شلون كله بسببهم هاي بعد انت تدري بشغلاتهم واذا وقعنا شلون بعد ما يدفعون فصل اي لازم صحتك شلون الحمد لله الله يخليك حفظك الله, الله بعد قال الله هلا بيك اريد اعيد نفس السؤال اللي سالته لابو زيد قبل قليل خوش. ابو زيد يمكن ما نطال الجواب من المضبوط قال خلاها انه قال لنا اجدادنا اي يزرعون تين احنا زرعنا تين اي اريد علميا نعم. ايضا اعرف نعم. ليش هاي المنطقه بني مسلم وخاصه قضاء الكفل عموما يعني مشتهره بالتين السبب هاي المنطقه اشتهرت بالتين اولا قريبه بالمي عندهم مي والارض مالتهم صالحه لزراعه التين يعني شيء يخص الارض التربه التربه اي التربه اللي بالمنطقه هاي طبعا يسموها شواطي هاي المنطقه يسموها شواطي لانه قريبه من نهر الفرات اي فهي اشتهرت فيها زراعه التين وبدت تتكاثر هي بدت تتكاثر منطقه بني مسلم توسعت بها زراعه التين توسعت اي توسعت بها يعني ما قلت لا لا يعني. تكاثرت كانت قليله بالبدايه اي بالثمانينات بالتسعينات هي بالسبعينات طبعا انا سامع انه هي. بالتسعينات عندي معلومه نعم يعني حقيقه نشكر استاذ احمد نطانا يا هاي المعلومه انه بالتسعينات كانت اغلب الاراضي هي للذره نعم صحيح تحولت الى التين. حتى مخضر كانت تزرع طماطه وخيار وباذنجان هاي المناطق يعني نقدر نقول ان المردود الاقتصادي حولها الى زراعه طبعا التين. المردود الاقتصادي بالتين افضل نعم اي تحولت الناس على زراعه التين جيد تسويق التين يعني هل اليوم اصحاب مزارع التين او عفوا بساتين التين راضين على الاسعار لو الاسعار قليله بحق التعب اللي يواجهوه لوش يعني شنو اليوم شو تفسر والله الاسعار مرات بالبدايه بدايه الموسم تكون جيده طبعا غالي غالي اي بس احنا نتاذى اي تو المستهلك يتاذى بس بالنتجي بايام تجيها احنا عندنا هنا بالمناطق حاره يتكاثر بيه التين صحيح يصير بيه وفره تنزل اسعاره تنزل اسعاره اي لانه يتكاثر يتكاثر يعني هسه تبيعه 2 الا ربع 2 الا ربع هسه جيد بعد 10 ايام ايش قد يوصل السعر؟ اكثر 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 اي أها. يصعد يرجع يصعد لل 2000 اخر شيء اقل شيء ايش قد يعني ينزل يصير 1000 يصير ب 1000 يصير حتى ب 500 هاي بالنهايه مو بالنهايه بالوسط بكثرته وسط الموسم مو وسط الموسم بكثرته بالنهايه يرجع بالنهايه يرجع يرتفع اسعاره لي وين بالضبط يستمر التسويق؟ يستمر تاسع التاسع ينتهي ينتهي بنهاية التاسع ينتهي زين أصحاب مزارع التين يعني وأنت واحد منهم بساتين التين عفوا
لما يجي شهر التاسع وتنتهي خلاص تسويق، وين تتجهون؟ ما عندهم شيء بعد. شو يسوون؟ هم ناس فلح ويرحون الشباب تتجه للعماله. للعماله؟ للعماله. يشوفونهم غير شغله. اي يشوفونهم غير شغله عمل. يعني الارض ما يزين هاي الارض، ليش ما مثلا جو التين انه خضار؟ ما يصير ما يصير ما يصير. اذا بالحمضيات موجوده مثلا. ما يصير ابدا، هاي الارض بعد ما تقدر اي شيء تزرع جواها لان الجذور مالها. التين جذر مالها يمتص الغذاء كله وهاي الامور. ولا اساسا هو جذر مالها يتاثر. جيد. اذا تحرثها يتاثر الجذر مالها، فما يصير بعد تزرع. خلال تجواننا بالبستان سمعت الاخ سلام يقول انه انا خليت داب ايراني. نعم. والسعر هالقد. نعم. وقبلها خال داب اردني 730 طن هسه الايراني. الايراني. اي. وذاك ضعفه الاردني. الاردني ضعفه بعد بمليون الطن. زين اكو داب عراقي؟ اكو. ليش العالم تستخدم داب عراقي؟ ما انفقد هسه ذن الايام. وهو طبعا هذا للزراعه، يوزعوه للزراعه. اي. يوزعوه طبعا، هو التين ما ينطوه. اها ينطوا على غير ينطوا للحنطه، ينطوا للشعير، ينطوا يعني ابو التين ما له حصه. لا ما ينطوا اي شيء، ما ينطوا اي شيء، اي شيء ما ينطوا، ينطوا بس شغله واحده. اي يطلعون الوقايه ذولا عندنا هنا، ينطوا يعني ادويه الفلاح ما يقتنع بها. ليش ما يقتنع الفلاح؟ شغلات يعني علميه، انه الذبابه يخلوا لها صندوق وتجي الذبابه تدخل بالصندوق ولاصق وتصير باللاصق، هاي هي اللي تسوي اللاصقات. انا شايفها بالبساتين الحمضيات. نعم نعم نفسها هي. يخلوها على الجار. هم يجون هنا والفلاح ما يقتنع بها. يريد شيء يعني. العناكب، العناكب ما ينطوها اي شيء اصلا. ومع العلم اخطر شيء هو على التين هو العناكب. العناكب. هي. زين شلون؟ زين اذا اليوم اصحاب البساتين ما مقتنع مثلا باللاصق. نعم. وتقول اكل عناكب هي اخطر آفة اليوم موجوده باللاصق. نعم. شلون يكافحها؟ هي بالاسواق موجوده، موجوده الادويه. هو رش 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 هولدر ابو ال 100 لتر. اي ويجيبون عليه يضيفون عليه وماي ويرشوه. زين هسه ابو عدي، اساسك العلمي ممكن خبرتك العلميه انت قويه بهالموضوع، مع احتراماتي اكو مثلا بعض اصحاب البساتين يعني عنده ضوابط شلون يستخدم هاي الكيمياويات، ممكن خبرتك عن المواقف. عندهم 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 ياخذوها من اصحاب المحلات اكثر شيء، وهم صارت لهم خبره هاي السنين. خلص صارت عندهم خبره، شو وقت يكافح شو وقت يتوقف، يعني عندهم خبره يعرفوه موجود يكافحوه، ما موجود ما يكافحوه. زين ابو علي هالموسم نعتبره شلونه بالتين؟ السنه بالنسبه للاسعار جيده. مو الاسعار، كميات. والكميات جيده. جيد احسن من العام؟ نفس الشيء. يعني هاي السنوات كلها مستمره. مستمره نفس الكميات. نعم. اكو ناس ايضا دي يشكلون يعني ما طلعوا بالتصوير، تكلموا على موضوع السقي، موضوع الري. الري صحيح. انه اكو عقوبات تصير شحت مياه، مصادره الماطورات. يعني هو البستان التين اللي يحتاج مي من النهر، يعني ما نقدر نسوي تقنيات ري حديثه؟ تصير. اكو ناس مسويتها؟ اكو، انا شفت اكو ناس مسوينها بس بعيد يلمون، هذوك اساسا ما عندهم مي. بس هو هاي المناطق قريبه على الشط، هذا الشط. قريب هياته. هذا هسه مشغل ماطور، هذا يشتغل هذا المي، هذا من الفرات، هذا من الفرات مباشر، يعني هذا مباشرة مباشرة يعني. هذا الماطور مباشر، هذا ما يحتاج. أيه. بس اكو مناطق بعيدة، بس هي اساسا ما تنجح تين البعيدة. ليش ما ينجح؟ يحتاج قع ملاصق بالشط، تحتاج مي دائما، تحتاج مي بكثرة، تحتاج اجواء، تحتاج ارض مختلفة. اي فذني كلها تريد يعني زرعة، الناس زرعات توسعت بيه راحت مكانات بعيدة ما نجح عندهم. نعم. زين هو التين نوعي، يعني هذا التين الاسود. نعم. في نوعيات له هو هذا فقط. الاسود واحد. الاسود واحد. الاسود، الأسود واحد. جيد. بس تبقى الشجره هي ونشاطها، اكو شجره ضعيفه. اي. تصير، فتصير النمو مالها ضعيف. والثمره صغيره؟ الثمره مالها تصير ضعيفه وصغيره. اكو غير شجره. نعم، اكو شجر عندنا هنا يصيحوا له نشو. صح توصل الشجره انتاجيه 80 كيلو؟ لو ما توصل يشرح. لا توصل. اكو اشجار. اي اكو. واكو اشجار 10 كيلو. اكو لا ماكو 10، اكثر من 10، 10 الا صغيره وتعبانه يعني. اها. والله. ايش قد عمر الشجره يكون يعني بالتوب لحتى تنتج يعني؟ عمرها بالتوب اربع سنوات. اربع سنوات، يعني قبلها ما تنتج؟ تنتج. بس قليل. سنه ثلاث سنوات تنتج، اربع خمسه بعد هي انتاجها يصير زيوني؟ يصير ممتاز. زيوني زيوني زيوني. هذا هم راح يشتغل بالتين اكيد. وين يروح لاد؟
حتى لو يدرس ويتعين اكو تين. لو شو يدرس شو يصير؟ ايه؟ ان التينات براسه. براسه براسه براسه. الله يسعدك. من هسه هو رايح. هو من هسه. دنت ورايح. زين تشتغل بالتين؟ ما سلمت علي انت. ليش ما تسلم؟ يلا سلم. سلم؟ سلم يلا قول سلام. يلا تعال. يلا ايه. خف يوقع. ايه. الله ما ادري ادعي علي من عليها مصور واقفين على هالقاعده. على حيدر مني. والله ما ادري ايش رادوا من عندنا بيها بهاي الشغله. صار رجال واقفين هنا. نطلب والله. نطلبهم نطلبهم. الله يخليك. يعني اليوم ابو عدي تحب تناشد احد؟ عندكم رساله انتم اصحاب بساتين التين، شنو اللي محتاجيه؟ طبعا استاذ شوف، مو اول واحد انا راح اناشد. اي جزعة الناس آخر واحد. جزء ولا اخر واحد، جزعة المنطقه من المناشده. شنو مش محتاجين؟ وحتى المسؤولين مالها جزعوا من المناشده. نعم محتاجين. محتاجين كيمياوي، محتاجين أدوية، محتاجين اهتمام، وجود برادات التصديرة، لأن كل المهمات. وطبعاً هسه لو الدولة تدقق وتتأكد تشوف إيش قد المردود الاقتصادي بالمنطقة بابل والكفل، وشوف إيش قد بيها فوائد ما يتوقعون إيش قد. أنا البارحة على الانستغرام شفت واحد كويتي واصل له من البصرة شيء قليل مصوره وفرحان بيه تين عراقي. تين عراقي. قالوا اكو براد. لو اكو براد الدوله تهتم بيه والصدره، ليش ما تهتم بيه؟ وعمله صعبه. عمله صعبه واهتم بيه واطلع على دول الجوار واسوي تجربه على دوله، على الكويت هاي قريبه علينا، واسوي تجربه واجرب واشوف. انتوا كدوله اسود بس بالعراق. بس بالعراق هذه النوعيه خاصه. لا بس بالعراق ماكو غير دوله. ما موجود. وبالذات بهاي المنطقه. بهاي المنطقه بنا مستوى. كل التحية والشكر لك أبو عدي. حفظك. على كل المعلومات. أهلا وسهلا. زحمناكم. الله لا بالعكس، أنا أتشرف بيك. بالعكس أنت تشرف. تعبناك. لا بالعكس على راسي على راسي. الله يحفظكم. الله هلا بيكم. ممنون منك. يحفظكم. يحفظكم الله. كل الهلا بيكم. أهلا وسهلا. اهلا وميت هلا بيكم. اخبارك؟ نشرف بيكم. صحتك شلون؟ خير ونعمه الله ونشرف بيكم انتوا قناه الايام. ايه؟ والوفد المرافق لك ميت هلا بيكم. يعني صحتك زينه؟ صحتي زينه وخير من الله. لعد قبل التصوير قلنا لك تتزوج، ليش قلت صحتي مو زينه؟ وهي مو صحتي مو زينه، الماده قليله ما تفيد وانت تدري بيها. هذا التين خير من الله؟ خير من الله بس هو يلا توني كملت البيت. اي ها. وراها النوب تعال تاخذ مرات تنقلب الدنيا. وهي مو النوب هم بتشوخ. يا يابي. اي وتعال حتى الشوخ يصير ضدك. وانت يلا دبر عيشتك. وتالي تلاص علينا. يعني بين قوسين اكو خوف. اي طبعا مو خوف. مين خايف؟ لا هو الشيخ اللي يجيك وتعال انت ليش خذت على بنتي وتعال هاي يصير جرجره. يا زين انت والله لو عندك هلا يا غاتي هلا بيكم سريع هلا يا عمري لو عندك ماده يعني حوال الولد يخوفون. اي اي بس انت لو عندك ماده لا تفوق على ذراعك. ها بس والله الماده قليله ما تقدر ما تقدر تشتغل. يعني ما تتزوج. اي ما لا خلينا نشوف الامور لا تحسنت. يعني حاليا لا وقلت تعرف قليبي خضر انا عمك. اي مبين. اي ولا شفت الحلوه يقوم قلبي يخبط. يا يابا. اي والله ودي يا بس شو اسوي لها؟ يا يابا. إيه حاله ما تساعد. إيه الله يسعدك. هلا بيكم يا عمري. احنا هسه تقول النوبهم زيت تدعي علينا. لا ما تدعي. هي الله حلل اربعه. ها. اربعه جيد. اربعه حلل. جيد جيد إيه. جيد. موسم التين زيد يقول يمي. ما لك علاقه به. ها. لا وهذا الزيت. لا لا مو زيد هذا. هذا منه. لا هذا ابن اختها. ابن اختها. ابن اختها. إيه ابن اختها. مو خالتك شلون؟ اي خالته. ها. ها انت راح تقول ها جيد. ايه ابو زيد عيني يا عمر موسم التين شلون هالسنه؟ خير من الله. شلون من اي ناحيه؟ من ناحيه السعر. اي وال 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 والرمي حلو. اي خير من الله رزق. يعني بس عندنا شواح. شنو؟ عندنا قضيه الماي. اي الماي ويمكم الشح الشط يمنا بس ايه؟ عندنا مناطق ارض عندنا هاي بصفنا منها شوف هاد شوف النخل. اي هذا التين مالته تعبان كلش حتى صار صغير منين بالشحن. زين وهذا شلون؟ هذا لا عشط هذا يلوح ماي مو احنا امام الله. فاحنا يجيبوا لنا امر من الوزاره يسدونه، يجيبوا لنا امر يسدونه يعني هالاذيه مستمره. زين هاي الشجره شوفها. اي هاي لا ماتت السنه بعد 10 سنوات ما ترجع حتى يجيك بعد طوف نوح ما ترجع 10 سنوات. يعني اذا تنتهي اذا انتهت بعد ما ترجع 10 سنوات اذا يجيك ماي كل الماي ما ترجع بال 10 سنوات. فهي لازم تعالج هالدوله. فاحنا من هذا نطلب الدوله هسه السمات طالبناه وبقنوات قبلكم. أي. وطالبنا ما حد ساعدنا بالسماء وبالكيمياء وما حد ساعدنا وبالادويه وما حد ساعدنا ذاك كله صار على عاتقنا الخاص. زين ليش شبيه هناك اللي قلت لي من النخل؟ ليش الماي شحيح هناك ما يصل لي هالماي. شلون يزقون لاد؟ يزقون برايم وما تجي حالتينا لا على بريمه لان مالح مالح ولا حتى لو حلو البريمه تطلع.
ما تنجح من قدرة ربك. إلا يعني هاي الشجرة شاب. هاي الشجرة هو ربك قسم بها. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. طبعا طور سنين ياهو المنطقة بها كربلاء والنجف. هاي اسمها طور سنين. ليش جيت حتينا بيها؟ نعم روح الفلسطين بها الزيتون نجح. ربك اطاها كل منطقة منطقته. يا سلام. هذا طور سنين من النجف الكربلة. هاي أرض يسموها طور سنين. قسم بها ربك بالتينة. هاي ربك مقدسة. بركة شجرة ربك هاي. شجرة من أشجار فاكهة هاي مال الجنة. الجنة هاي. فماكو أي دعم لها. وماكو يعني لا الدولة تهتم بها وطالبنا هاي سنوات. ما حد جانا وحس علينا. منطقتكم بني مسلم يسموها بني مسلم. بني مسلم اللي شرف الدولة جتهم. شرف الدولة. اللي يا عهد. العهد السلجوقية. سلجوق. إيه. زمن السلجوق. قديم. إيه قديم. جيد. إيه. وذك الكفل على النبي. الكفل النبي الله ذي الكفل. أها. إيه. نبي الله ذي الكفل. من أحد أنبياء إيه إسرائيل. نعم. نعم. نسيتهم أنا بالآية الأبساط. يعني. ذي الكفل إيه. بالآية يعني نسيتهم. يا سبحان الله إيه. يعني منطقة. إيه منطقة هي مباركة رب العالمين. نعم. مباركة. إيه. بس اهتمام من الدولة ماكو. أبد طالبنا بكل القنوات والله. وطالبنا وما حد جانا لا مسؤول ولا سأل علينا. احنا بقينا احنا نعالج بيها بس قضيه الماء ما اقدر اعالجها اذا ماتت انتهت بعد ما لها اي علاج. يا سبحان الله. طبعا هاي المنطقه احبه المشاهدات تذكرون يوم من الايام صورنا حلقه يمكن مصورينا يتذكرون بعين تمر. عين تمر منطقه تاريخيه. ايه؟ هذه المنطقه تاريخيه بي. منطقه بيها قداسه دينيه. هذه المنطقه بيها قداسه نعم دينيه. نعم نعم نعم. منطقه زراعيه. هذه المنطقه زراعيه وللاسف اي اهتمام كبير ماكو. نعم. موضوع الحشرات اللي قاعد تدمر الحشرات عندنا حشره اجت قشريه هذه اي علاج ما قتلها وانتشرت هسه حتى بهاتين العشط. مين جت؟ والله ناس جديده تقول جديده ولا قديمه؟ لا صار سنتين جديده. ناس تقول اجت من البرتقال اللي حولوه لمصر وناس تقول اجت ذبوها الامريكان بالنهر. اي ما يعني احنا معلوماتنا بس هي اذت كلش اذت ناس. يعني انا إيه؟ سامع بالدجل اكو حشره الاسكاي. لا هاي قشريه وتخليتني نقط دبس واذا استمرت وما عالجتها العلاج يعني نص او ربع يقتل منها تنتهي بعد ما تحويها. يا سبحان الله. اي بالله ابد ما تحويها. اذت عندنا هنا عندنا عند قريه السماوات لي هنا صفنا بني صابوني مسلم اذت عندهم مكانات حل اذت قعدوا عنها بعد ما قدروا يدوروا. كم مزرعه عندك؟ انا عندي 4 مزارع. كل مزرعه كم شجره؟ ما شاء الله ربي يعني بالمئة 120 شجره. 120 اي نعم. الشجره الواحده ايش قد تنتج؟ تنتج الانتاج. شوف هي ليش قلت لك شجره من 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 اثمار الجنه؟ هذه تنتج حتى 120 حاويه. الشجره الواحده يعني تبدي الله. من 25 6 اي انا العام حاوي 25 12. يا سبحان الله. هاي بين يوم ويوم وقيس ايش قد تحوي؟ يا سبحان ايش قد انتاجها؟ هي تحوي وترمي تحوي وترمي. صل على محمد. اي من ربك يعني شجره مباركه بس اهتمام ماكم للدوله ولا من المسؤولين. ان شاء الله هي المباركه راح تحافظ على نفسها. خير من الله. يصير ما يصير يحافظ على نفسها. شبعانين منها وخير ونطي الناس ونوزع. ما عندك غير شغله يا ابو؟ لا ما عندي بس قضيت الماي. اي بس قضيت الماي. طالب المسؤولين والدوله بس الميه. خطيه الناس لانه لا ماتت بعد ما قدرت. زين تستخدمون ماطورات عشان؟ نعم ماطورات عشان. موضوع الكهرباء شلون تعانون؟ كهرباء ماكو. ديزل. ديزل وماطر ويا الدوله. يجون يفتشون النشرد. لا حو ايه لان ذكر جاي يسوي يشيلون الماطور ما تقلبونه بشخص يسوي لهم ايه ماطر مواطير اكو شالوها يا والله بالله وهسه ماكو ما شغل بس احنا كلها هذا مثل ما يقول تجاوز كهرباء ماكو يعطونها ساعتين مرات باليوم يجلس ساعتين الظهر ساعتين العصر ماكو كهرباء صار خير من الله صار 25 سنه كهرباء ماكو نعمه خير من الله كل التحيه والشكر لك اشكرك استاذ عزيز ميت هلا بيكم واشكركم اني ونتشرف بيكم ونتمنى انه الايام السنوات الجايه نشوف الوضعيه افضل خدمتكم احنا رغم تشرفونا هلا بيكم يا عمري رغم كل الصعاب اللي قاعد تواجهوها بس خير ما شاء الله الخير موجود وان شاء الله يزيد شكر. يزيد والله يبارك يعني انا بدي اشوف يعني اقل حلقه شفنا بيها سلبيات ما بيها واي طلبات يعني طلباتهم بسيطه خير موجود بعد عمري ربي يخليك شكرا جزيلا هلا بالطيبين 100 هلا بيكم شرفتونا ممنون منك اهلا وسهلا بيكم انتم الشرف هلا بيكم شلونك سلام اهلا وسهلا اخبارك ومرحبا ان شاء الله بخير الله يسلمك الله يحفظك
سلام من هاي المنطقة. طبعا من بني مسلم. من بني مسلم من قبل. من ناحية قضاء الكفيل. نعم. محافظة بابل. ولو ما أريد أبتعد عن موضوع برنامجنا اليوم على التين. يعني هي بني مسلم يعني تعتبرون أنتوا عشيرتكم بني مسلم؟ طبعا عشيرة بني مسلم. أنتوا كلكم عشائر. هي عشيرة بني مسلم. لو هم أكو غير عشائر. أكو غير عشائر هواي. شنو أكثر عشيرة هنا؟ بني مسلم. الأولى. الأولى. أها. بقى العيسى. جدوع معامرة طبعا معامرة إيه؟ معامرة جاي من التشفين ايه وراهم جنابات ها موجودين جناباتي موجودين ممتاز هواي عشائر يعني ويانا يعني. نعم ايش قد انتوا بابل بس انتوا اقرب الى النجف طبعا احنا متوسطة قضاء الكفين صاير مثلثة بين النجف وبين كربلاء واطراف بابل زين بالضبط هسه اذا اخذ السيارة من نانة ايه؟ دا اروح ازور الامام علي عليه السلام ايش قد بالوقت بالساعة لو تريد كيلو بالساعة بالساعة تقريبا نص ساعة نص ساعة إذا أريد أروح أزور كربلاء كربلاء تقريبا أقل الساعة أقل الساعة ثلاثة أرباع أها يعني قريبة ما شاء الله موقعها حلو بين موقع. بابل وكربلاء والنجف طبعا حتى للديوانية حوالي ساعة ساعة نعم مثلا إذا تريدوا تستوقون مسواق من مركز المدينة تروحون لبابل لو احنا للنجف. نختار وين ما أريد أروح يعجبنا حسب ايه. جيد كيفنا يعني كلها نفس الوقت شيء بسيط قد عمرك تشتغل بالتين؟ احنا من وعينا لقينا اهلنا اي طبعا احنا في الاليه واكثر شيء اغلب شيء التين ناجح التين. منطقه بني مسلم ناجح بها التين اغلب شيء اغلب درينا انه موضوع لان مي هواي على المي على شط الفرات وقع اولى شواطي ناجح بها هي هاي المنطقه الوحيده من الكفل قريب اريد نقول طويريج الوحيده هاي ناجحه نعم بزراعة التين زين باقي المحافظات تاخذ التين من عندنا انا بيدي يعني يجون علي اصدقاء ياخذونه ما ينجح حتى التين اجليها اشوفها مو ناجحه بس ممكن تنجح اذا بالبيت وحده وحده هيك اثنين مزارع ناجحه عندهم بس مو مثل هاي التين تجي حتى للثمره مالتها مو مثل هاي التين اللي موجوده عندنا نعم اكو اتذكر بالتين يعني كنا صغار اكو شيء ماده بيضه تطلع من عنده هذا حليب يشل الحليب اي صحيح هاي هسه لحد الان كل التين موجوده ايه؟ من تقطعها تنطي نسميه احنا حليب ابد هو نفس ماده شلون حتى بالمستويه اي حتى المستويه بس المستويه شيء بسيط ايه؟ يعني شيء بسيط ويقطع يروح وباقي التين الاخضر لا تبقى هاي بي فائده للتين للتينه فقط يعني هاي ما اي لا لا مو للتينه هي ما فائده طينه الطين مصورين ماخذين التين كله هذا التين موجود ايه يعني الحليب هنا يطلع اي هذا هسه جاي شوف خلي يدك عليه هذا ايه شيء بسيط شيء بسيط صحيح هو من تبدا الثمره هيك تصير نعم. سوداء هو ينتهي وياه زين سلام خلي احكي لك الصدق يعني ما يوصل لنا البغداد هيك احنا هسه يوميه قبل ما يوصل بهالحجم لا يصل ليش ما يوصل مو انتوا احنا من وصله ايه احنا نطلع الساعه من التسعة الساعة العشرة نتوجه إلى بغداد نطلع ساعتين تقريبا لأن نصل للعلو هاي السيارة واحدة هسه حاليا موجودة قاعد تحمل هاي جميلة إيه هاي مدينة الصدر جميلة هاي مدينة الصدر إيه هو جميلة جميلة زين سلام تجينا مرات ببغداد يعني أصغر هي نوعيات هي درجات درجات نوعيات أولى نوعيات ثانية قلت هاي درجة هاي درجة أولى هاي درجة وصلت درجة أولى وبعد شيء ثاني هي من هسه راح تصل للعلوه وتنباع ياخذها اخوتنا البقال يشتريها يعرضها للمواطن تتغير تبقى يعني للعصور استهمتك. تتغير التينه بهاي بس من انا هسه من تشيلها اي لان انا اشوفها فريش اخذتها من البستان من البستان تختلف من الشجره الخلاص يعني يصير بها اختلاف عام يعني بعدها بالشجره وما شايفه هواء وما شايفه شمس تبقى حلوه التينه جيد وهاي تستمر حسب النضج احنا مستمرين ناخذ الجميله يعني من وعينا انا وعيت بال95 اهلنا جاي مواليد 82 82 الله يحفظك ويطول تقريبا عمرك. الله يسلمك بال95 احنا نتذكر اهلنا يدزون يعني بال2000 بدينا احنا 2002 بدينا البساتين تطورت كان بستان بسيط يعني نريد نقول الواحد 50 شجرة 60 شجرة لا هسه تطورت ما عنده عنده أربع بساتين كل بستان يتكون من دونمين يعني هاي شوفة عينك هذا البستان ايش قد مساحته؟ هذا مساحته هسه قريب أربع دواني أربع دواني كم شجرة يحمل يقدر يعني تقريبا بال 400 شجرة
400 شجره 350 بهالحدود. نعم. يعني المشاره من 90 الى 80 شجره. من 90 الى 80 شجره. مره يصير بيها 100 بس مو زين يعني. احنا هم نخففها على حساب على مود حتى الغذاء يتوزع بشكل افضل. يعني. جيد. تشتغلون من الاربع الفجر للتسعه بالليل. لا ماكو للتسعه بالليل. العفو للتسعه الصبح. اي. صحيح؟ اي. انا ما اعرف. لا انا اعطيك المعلومه. أي. من نطلع بالاربعه ونص بالخمسه اكثر شيء الناس تطلع بالاربعه واغلبيتها لا بالخمسه الناس ما تقدر تتأذى. ليش يعني يجي من وقت غبش الحراره. لا هو الصبح ماكو حراره يجي على كيفه اللي يجي بالاربعه اكو بعضهم اكو بعض الناس يجي بالخمسه. انا اليوم جبت العمال واجيت بالاربعه ونص طلعت وصلت هنا بالخمسه خمسه الا ربع كملوا بثمانيه شو بالتسعه صعد. هذا العامل ايش قد تطي؟ العامل من الخمسه لثمانيه ننطي 10 مرات 12 هذا الماشي. صعوبه الحوي مالته هو انا سامع انه الحول التين بي صعوبه. شنو صعوبه؟ صعوبه بالحر يعني هسه ما تقدر تحو كيلو وحساسيه. اي هسه الحر وياه هو هي الشجره اذا ايدك طالعه يعني ما لابس كف لو هاي تقوم تحكك. انا سمعنا ده حك. اي حك كل جسمه وين ما تروح هيك حراره يصير حك بجسمه. فعلى حساب البروده ما تهيج شيء الصبح كل شيء ماكو لابس كف لما تكمل بثمانيه ما تحس بتعب. ما شاء الله. أي. اكو شيف ثاني على اساس العصريه؟ اكو ناس تشتغل. انت ما تشتغل؟ لا احنا ما نشتغل. احنا لحد 8 9 نقطع الشغل. خلاص. اي خلاص. يعني لو انت لحد الان باق على مود. على حساب. الله يحفظك. اهلا وسهلا بك. اتشرف بك. 100 هلا. يعني يحتاج اياده عامله هواي؟ طبعا كل ما يكثر انا ما عندي احد بس عمال. ست كم دونم انت؟ عندي قريب اربع مزارع. اربع مزارع كل مزرعه تتكون اكو دونمين اكو ثلاث دوانم اكو دونم يعني المزرعه. ايش تحتاج عمال؟ يوميا اطلع كنت ثمانيه سبعه مرات عشره اوصلهم مرات منطي الى فلاح. ياخذ كميه مثل بالوارد نريد نعطيه ثلث منطيهن مقسمهن الى فلاح ناس عوائل. ممتاز حلو. اي يشتغلون هسه انا منطي مزرعتين الى فلاليح هم يشتغلون انا بس اقلهم هيك يسووا هيك ياخذ بالوارد. انت بيتك يعني مو بالمزرعه نفسها؟ لا لا مو بالمزرعه بالمدينه. وين ما بيوتنا ساكنين بالمدينه باقي العشاير بالشارع اي بيوتنا يعني بعيده عن المزارع. اكو عندنا مزارع قريبه على بيوتنا. سلام انت اليوم منتج انسان منتج وقاعد تساهم باقتصادك واقتصاد بلدك وما شاء الله الحمد لله نشكر الله انه هذا التين الاسود بس بالعراق طبعا كان هم دخل انه مستورد. اي طبعا كان خلوا الجماعه الصناديق يشمروها بالشارع تركه مثل الطماطم. مثل الطماطم. فسلام يعني شنو طلبك اليوم للجهات المختصه للحكومه؟ انت انسان اليوم بدك تقدم انه تنتج فدتين عراقي يمثل اليوم زراعه عراقيه. شنو طلبك؟ والله هي مو اول واحد انا ولا اخر واحد. هواي الناس طالبت بهاي الشغله يعني طالبت بالحكومه انه برادات اقرب دوله اقرب من دوله هسه عندنا الكويت. أيه. يعني حاله حال محافظه البصره صح لهم صح صحيح. ماكو فرق يعني اصدر لها لو هم باقي الدول. اكو تجيكم طلبات من دول يقول لك يا بابا طبعا جاي تجي عندنا وقت الزياره ينزلون الانش بيدي نزلوا وياي صعدوا فد يوم وياي من النجف. أيه. سالوني منين انت وسالوني بوقت التين هاي الزياره الاربعينيه من الكويت يعني سالوني على التين مو شايفينه مو ماكلينه سالوني علي قلت له احنا اهل التين ما شاء الله بس ماكو جاي من الساحل. زين حيصادف التين موجود ويا الاربعينيه؟ موجود الاربعينيه تنتهي والتين موجود. حلو انا ادز البغداد اصدر. ايه؟ الاربعينيه يعني تنتهي وبرا الاربعينيه انا ادز. صدفه حلوه. انا حلوة. واحد 11 اودي البغداد. ربي يحفظكم وربي يبارك برزقك. الله يسلمك. بجاه يعني هاي المناطق المقدسه اللي حواليكم وهي ايضا هذه منطقه مقدسه. الله مبارك بها. ايه يعني احنا نعتبر التين بركه. صحيح. فالشيء يعني يبدي من 15/6 ما ينتهي حتى 15/11 1/11 15/11 يستمر هو أكو. مستمر. تحياتنا لك. أهلا وسهلا الله يحفظك. تعبناكم. أهلا وسهلا. أحبتي المشاهدين إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. صح لأول مرة برنامج أرض السواد يصور مزارع التين ولكن شيء يعني فرحانين به نفتخر به التين العراقي الأسود. المنطقة الأولى والوحيدة تقريبا بالعراق هي بني مسلم اللي موجودة في قضاء الكفل اللي صورنا بيها والتقينا ويا أصحاب البساتين لتكلموا بالكثير من الأسرار المهمة وأقوى سر
هو الحراره العاليه اللي قاعد تنتج مزارع التين، والاسواق ما شاء الله ممتليه بمختلف المحافظات العراقيه من الشمال الى الجنوب بهذا التين من هاي المنطقه. يا رب ان شاء الله نلتقيكم بحلقات اخرى على الصحه والخير والبركه والعافيه. الى اللقاء.